سكيتنج شيء جميل ورياضة رائعة صراحة وما عجبتني، فقلت خلني أتعلم عنها وأعلمكم عنها بنفس الوقت. فكلمت جروب سكيتنج، واحد اسمه راد النويص، قلت له حياك الله يا راد، شخبارك صحك طيب، نبغى اليوم نقابلكم سكيتنج. قال لي خلاص اليوم إن شاء الله الساعة كذا في سوق الخضار. أنا توقعت سوق الخضار يعني ما راح يكون في سوق الخضار، سوق الخضار توقعت إنه راح يكون مثلا المكان بعيد لازم نمشي وراه أو شيء زي كذا. شوف إيش صار. ميت أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا. إحنا الآن في سوق الخضرة، ما عندنا إحنا حلقة عن الفوائد الخضار ولا فوائد الفواكه ولا ذي الأمور، لكن اللي عندنا اليوم إنه في شباب حقين سكيت معدينا هنا. صراحة ما أدري ليه، يعني المفروض معدينا بنادي ممكن تمشي، بس معدينا سوق الخضرة. خلونا نروح نشوف وش عندهم. يلا معنا راد النويص. حياك الله راد. يا هلا بك والله. صراحه يوم كلمتك كنا نبغى ننسق معكم كذا، استغربت قلت لي سوق الخضره يعني سوق الشمال اللي هو هنا في الرياض، استغربت قلت وش اللي سوق الخضره وش السالفه؟ والله بسبب سوق الخضره اصلا اول شيء ما حصلنا مكان، فهذا المكان اللي جينا فيه هنا نلعب فيه سكيت. اقول لك كل ما رحنا مكان نلعب فيه سكيت يا يجون يا شرطه يا هيئه يا سكتيه يطردوننا من نفس المكان. حلو، وش السبب؟ إذا قلت لهم ليه وش يقولون لكم؟ ساعات يقولون أماكن عامة، وساعات يقولون تكسرون أشياءنا ولا تكسرون، بس ما أشوف أنه تكسر. طيب الحين هو أصلاً اللي هو السكيت هو يعني نفس السيكل ولا نفس لعبة الألعاب الثانية كلها واحد. طيب حبيت أسألك، أنت كم لك سنة الآن تلعب فيها؟ أنا بدايتي من صغري وأنا صغير، بس بدأت أتعمق فيها يعني يمكن لي سبع سنوات. حلو، يعني احتراف. إي الحمد لله. ما شاء الله. طيب وش أبرز الأشياء اللي تعلمتها من السكيت؟ هل هي السكيت وش فائدتها يعني من الآخر؟ أول شيء هي رياضة كأي رياضة رياضات ثانية. حلو. ثاني شيء تدخل فيها بطولات، تعلم يعني تعلم ناس. يعني في لها بطولات هي؟ إي في لها بطولات، بس مو للأسف مو هنا. ما هنا؟ لا ما سوي لي بطولة واحدة بس هنا في المملكة، وإحنا منظمينها، كنا إحنا منظمينها. أنتم منظمينها؟ نظمت بطولة قبل كم تقريبا؟ قبل سنتين ونص كذا. سنة ما في بطولة هالسنة شيء؟ إن شاء الله فيه، يعني إن شاء الله في شيء أشياء جاية إن شاء الله. طيب وش اللي ينقصكم عشان تسوون بطولة؟ هل هو دعم؟ هل هو شيء معين؟ دعم، أماكن، يعني أماكن نلعب فيها يعني. بدل ما تلعبوا سوق الخضرة. ناس بتشوف سوق الخضرة وتراب وناس بتشوف. صراحة مع إنه سوق الخضرة ما هو مكان عام، إلا إنه شوف العمال يعني أو اللي يشتغلون هنا في السوق مستمتعين، شوف يعني واجدين هنا موجودين ومستمتعين، يعني ما في شيء ضايقهم ولا راحوا زعلوا ولا زي كذا. لا ما اشوف ابدا اني ضايق احد. اي لا ما يضايق، حتى انا اكثر مره يعني كنت اروح حدايق كذا اشوف ناس موجودين الاطفال والاهل بالعكس يستمتعون يعني ودهم يتعلمون هالشيء. والله الناس ما قلتها، في بعض الاهل ينادون اطفالهم ينادون يعني يبغون يعلمونهم، يعني كيف اقول لك، يعني ودهم يعني يخلونهم تعلمون اللعبة هذه يعني غير عن اللعبة الثانية. فهمت قصدي؟ هل اللعبة أحسن من تفحيط وهالأمور أفضل كثير؟ ناس ما قلت لها. هي ناسها الكورة ذي لو اللي بيخرب كل شيء، الكورة بعد ترمي فيها شيء تكسر لك لمبة ولا شيء. الله يعطيك العافية رائد، شكرا لك. يا أهلا وسهلا. سألت واحد من الجروب بريطاني كان، فسألت سؤال عن تنظيم سكيتنج عندهم في بريطانيا، جاوبني. Hello Mike, how are you? Hi, I'm good. How are you? You're fine? Yes. Okay, I will ask you about if in England if you have any place for skating and like that. Well, in England nowadays, skating is as popular as some of the main sports, football, basketball, tennis, those type of sports, for example. In a small town the size of Muzamir in England, maybe you'll have 3 council-built skate parks. So you'll have 3 skate parks built by the government of England. Then you have privately owned skate parks. Nice, big, indoor places, safe for people to skate, helmets you must wear, and you have to pay to get inside. But it gives a good class of skate park and everybody's happy. Thank you. No problem, take care. مايك يقول انه عندهم هناك في بريطانيا انه في كثير من الاماكن يحطونها، حتى انه مدينة صغيرة اتوقع يقول زي مزحمية. ها؟ لا نفس ال مزحمية يقول هو ولا؟ لا مو مزحمية، حي.
أها يقول يعني حي بسيط صغير تلقى فيه ثلاث أماكن حق السكيتنج يعني أشياء بروفيشنال جدا رائعة. وده إنه مثل هذه الأشياء ما أتوقع أنها راح تكلف وهي يعني من قتل وقت الفراغ اللي عند الواحد يعني. يعطيك العافية. ليس مثل الرياضات يكون لها أماكن مخصصة من قبل رعاية الشباب عشان تكون منظمة أكثر ولا فيها أي أخطار ثانية ولا هي تزعج الناس بنفس الوقت.